السلام عليكم متابعين. جا عندنا هاد السيد عنده داسيا سانديرو كما كتشوفوا، حيدنا لها حنايا لابواط. هاد السيد عنده واحد المشكل، انه كيدخل شي فيتاس كتبقى ترطق وكتبغي تنقص، يعني ما كتزيدش في نفس الوقت كتفراني، كدير بامور، يعني جميع الفيتاسات فيهم هاد المشكل هادي، دير مشاريع يعني كتسمع واحد الصداع غريب. حنا اضطرينا باش نحيدو لابواط فيتاس. منين حيدنا لابواط، اول حاجه حيدنا هي الزيت لابواط. شوف هاد السيد هذا شحال لقينا عنده ديال الزيت، ما كماش هنا تا كاس ديال الزيت. حيدنا له الزيت، عرفنا بان لابواط فيها مشكل. الناس اللي ما كيكونتروليوش الزيت ديال لابواط ديالو، راه الزيت راه كتبدل، راه بحال الفيدونج ديال الموتور. هانتوما شوفوا لابواط كي ولات، انا نوريكم لابواط كي ولات شنو المشكل اللي فيها. هذه هي لابواط ديالو، لابواط اسمع تولي دابا دايره بامور. نديرو فيتاس، الفيتاس ما كتبقاش تدور، كدور ولكن هذا شي بينيول داخل تهرس. علاش؟ حس حيت الزيت ديال لابواط نقصت. ملي كتنقص زيت لابواط ما كيبقاش الكريساج، اول ما كتمشي هي السانكيام، هو البينيو ديال السانكيام. حنا ضروري هذا غادي نحلو حنايا لابواط ونشوفو واش فيها ما يتم نصاوبوه. راه غيتصاوب، ما كانش غنمشيو نجيبو لاكاس، غنجيبو لابواط فيتاس كومبلي. كيما حلينا لابواط، لقينا هاد البينيو هذا مهرس. شوف البينيو اللي مطرطق، عندك هذا هما اللي مهرسين. شنو سبب هادشي؟ هو الزيت. الناس اللي ما كيديروش الفيدونج لابواط، الفيدونج لابواط بالنسبه ل 60000 60000 70000 ماكس، بدل الزيت لابواط ديال 75 80 75 80 كما كتشوف. دو الزيت اللي دير، نوريكم حتى الزيت الرقم اللي غديرو. المهم لابواط ديالنا حنا ركبناها، دابا الامور راه مزيانه. المهم اغلبيه الناس حداو راسهم الزيت ديال لابواط، هذا هو اللي كاين. المشكل اللي دار ليه المشكل هي هو هاد السفليه. هاد السفليه كتكون راكبه في لابواط ديال الكارده. ها مني مقطعه، شوف مني مقطعه، ها هي مني مقطعه. دفقت له الزيت، بقات كتقطر ليه الزيت، كتقطر ليه الزيت، كتقطر ليه الزيت شويه بشويه حتى نشفت لابواط. منين نشفت لابواط طرطقوا لي بينيو. شي كتشوف لاطراس ديال الطوموبيل فين كتبلاصي الطوموبيل، لاطراس ديال الزيت. شوف علاش كتقطر، شوف لنا المشكل علاش كتقطر. شوف هادي شحال دايره، دايره 50 درهم كاع، درت المشكل الكبير ديال لابواط ب 2000 درهم. نشوفوا الفيتاسات ديالها، ها هما مزيانين تبارك الله.